السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام، معكم أخوكم مصطفى. أهلا بكم، وحشتوني. الموضوع فيديو النهاردة إفريزين وأكتوميسرين اللي هو ما عادش موجود دلوقتي. إفريزين اللي هو معانا ده دلوقتي، دي يمكن آخر أبوة، ما عنتش هتلاقيه في الصيدليات. اللي يلحق أبوة، هو في بواقي، مازال لسه في بواقي. هو تمنه دلوقتي بقى 22 جنيه. الابوه اللي جبتها قبل دي من اسبوع كانت ب 20، اللي بعدها ب 22 جنيه، بس يا رب تلاقيه. ده اللي احنا كنا عارفينه وكنا بنأمن له في استخدامه، لان احنا كنا بنحمي منه الحمام وبنخلي الحمام يشرب منه، فهو امن. حتى كنا بنحط نص الازازه دي في ميه الاستحمام، هي 60 مكتوب عليها 60 ملي، يعني بالسرنجة بنسحب بناخد 30 سنتي، يعني نص الازازة على 30 لتر، يعني سنتي على لتر المية بتاع الاستحمام. ولو كنا بنحمي الزغاليل فبقينا نحط سنتي على 4 سنتي في بخاخة صغيرة، ونرش به الزغاليل من تحت الجناح والديل، بنحمي به الزغلولة يعني بعيدا عن العين وراس الزغلولة. ده طبعا علشان كان وقاية من الحشرات اللي هي بتسبب الجدري وبتسبب الهرش. طبعا الحشرات اللي هي ذبابة الحمام، سوسة الريش، الفاش، جميع انواع حشرات الحمام يعني اللي هي بتبقى في ريشة الحمام، تمام. فاحنا كان معانا دايما افريزين او اكتوميسرين. اكتوميسرين الاول اتمنع ما عادش موجود، فلقينا افريزين شغال مكانه، ناس كتير ما كانتش تعرف فاحنا عرفناهم. فدلوقتي افريزين كمان بدا يقل فما عادش موجود. طيب احنا معانا العبوه دي طبعا اللي احنا بنحمي فيها الحمام على طول. احنا بنعمل ايه؟ انا عشان بستخدم الافريزين ده على طول في الاستحمام، يعني مرتين في الاسبوع، فانا بحط حوالي غطا، بحط حوالي غطا منه. هو انا قلت لحضرتك لو هتحط نص الازازة مفيش منه مشكلة والحمام يشرب منه عادي جدا جدا جدا. لكن هو النهاردة انا جاي اعمل فيديو النهاردة علشان اقولك على البديل اللي انا لقيته، اللي لسه يمكن ناس كتير ما تعرفش بالبديل ده. طبعا لايسيد ده كان موجود زمان ايام ما كنا صغيرين، كنا بنسمع عنه، كانت بتيجي اعلاناته في التلفزيون. طبعا لايسيد هو مكتوب عليه اهو خاص لقتل الامل والوقاية منه. شوف المادة الفعالة هي شبيهة بالإفكتوميسرين او افريزين، لكن برضو علشان نطمئن انا هعمل اختبار، انا هشربه للحمام، انا هشربه مباشرة للزغاليل اللي قدامي دي. انا جايب زغلولين من اضعف الزغاليل عندي. تقول لي ليه بتعمل كده؟ علشان حضرتك تكون مطمئن تماما بعد الاختبار اللي انا بعمله. انا بغنيك كده عن ان انت تجرب بنفسك، انا بجرب بالنيابة عن حضرتك. جايب الزغلولين، اضعف زغلولين عندي، علشان طبعا يكونوا هما الاضعف، هيكون احتمالهم ضعيف. فانا هي الازازة هي بتاعت اللايسيد دي، ازازة اللايسيد هي بتطلع كده، هي جاية كده من العبوة. هتفتح اي علبة هتلاقيها كده مبقعة، الدواء بتاعها ناقع كده، مبوش الورقة وحتى مبوش النشرة الداخلية كمان، هتلاقي ايدك كده بتتعك منها اهو، ده الطبيعي بتاعها، فما تدورش، هو ده الموجود دلوقتي. تمن العبوة دي 10 جنيه الا ربع حاليا، الله اعلم هتبقى بايه بعد كده. طبعا لما هنعمل عنها الفيديو ده ما عدناش هنلاقيها، بتوع الحمام كلهم هيجروا يجيبوها، فما عدناش هنلاقيها في الصيدليات. يعني ارجو ان محدش يخزنها، سيبولنا حاجة نلاقيها. المهم يا جماعة، احنا معانا لتر المية بتاعنا اهو اللي احنا هنعمل الاختبار، ومعانا السرنجة هناخد منها السنتي. هو الاختبار عبارة عن ايه؟ ان انت عايز تشوف لو الحمام شرب منه هيحصل له ايه.
انت ممكن تكون مطمن للاستحمام، انت عايز تشوف لو الحمام شرب منه هيحصل له ايه. احنا هنركب السن عشان نسحب السنتي، هيسحب السنتي الدواء، هو طبعا سميك شوية في السحب. احنا سحبنا السنتي، اهو يا جماعة السنتي، اهو السنتي الدواء اهو خلاص قدامكم كده. هنحط السنتي في لتر المية مليان معانا المسقة دي اللي بنسقي فيها، دي مش للاستحمام طبعا، مش بتاعة استحمام، دي مسقة الشرب، لكن انا هجرب النهاردة وبكرة اقول لكم على النتيجة. انا هسقي منه الزغليل اللي قدامي دي، طبعا اقلبه كويس علشان يختلط ببعضه ونشوف ايه النتيجة بكرة الصبح. لو ماتوا من الزغليل يبقى هيبقى ربنا يعوض عليها، لكن ان شاء الله انا عارف ان شاء الله واثق باذن الله، بس انا حبيت اجرب قدام حضراتكم علشان الكل يكون مقتنع. الناس بتقعد تسأل كتير لو الحمام شرب منه يحصل له ايه. انا هسقي الزغليل دي قدامكم من الدواء ده، طبعا هي اقصى جرعة اللي هي السنتي على اللتر ده في الاستحمام، اقصى حاجة زي ما قلنا ان انت بتحط السنتي على اللتر في مية الاستحمام، يبقى انا استخدمت اقصى جرعة وجايب اضعف زغليل، جايب كمان اضعف زغليل. هنطلع اول زغلول، هنجرب على الزغلولين مش واحد بس عشان تكون التجربة اكيدة، تجربة تكون اكيدة. اهو الزغلول اهو، وهنسحب اهو. نفتكر الزغلول بيشرب حوالي قد ايه مية؟ السرنجة دي فيها 3 سنتي، لما بنسحبها للنهاية كده اهو حوالي 4 سنتي زيادة عن الثلاثة، تمام. يبقى انا اديته سرنجة، هنعطيه تاني وكل مرة بنقلبه عشان محدش يقول ايه ان هو ما بياخدش الدواء. انا اديته 1 2 3 الرابعة، تمام. ادانا حوالي ده كده 16 سنتي، قول ادانا حوالي 15 سنتي مية من اللي هي فيها الدواء. احنا بنعمل كده ليه؟ لان هو طبيعي بيشرب الزغليل والحمام بيشرب من المية. هنجيب الزغلول التاني اهو، انا مش عايز اقطع الفيديو عشان تشوف كل حاجة مباشر. جبنا الزغلول التاني اكل اهو، ما شاء الله اكل فول، طبعا الفول محتاج مية فهو كده كده هيشرب مية كتير على الفول اهو. نسحب، هنأتي برضو 4 سرنجات من دي، يعني حوالي 15 سنتي. ادي 1 2 3 4 15 سنتي او 16 يعني مش فارقة. بكده يبقى احنا جربنا الدواء، وان شاء الله بكرة اوريكم الزغليل علشان تكون مطمئن. اللي يصيد ان شاء الله ما تستخدموش الا ما اقولك، تستخدمش الدواء ده الا ما اقولك النتيجة ايه. هنشوف الزغليل دي مع بعض بعد ما شربت لا يصيد ايه اللي هيحصل لها. طيب بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة، بس استناني بكرة علشان اقول لك استخدم يبقى اللي يصيد، هيكون ان شاء الله لو نجحت والحمام معدى ما جرالوش حاجة يبقى اللي يصيد هيكون بديل افريزين اللي ما عادش موجود، واكتوموسرين برضو اللي ما عادش موجود من زمان. ويا رب ان شاء الله نبقى نلاقي لايسيد عشان ما ندورش على حاجة تاني. يبقى كده لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.